دوله قانون، عشان لو القانون اتطبق على الكل اكيد هنرتاح من حاجات كتير قوي. لو كل واحد طبقنا عليه القانون وكنا رضعناه من الاول، ما كانش بقى فيه جيكا، وما كانش بقى فيه كريستي، وما كانش بقى فيه كينزي، وما كانش بقى فيه مصابين جداد. جاي اقدم بلاغ لان انا اعتقدت ان الفيديو اللي اتعرض على الهوا والمفروض ان هو يمس اي مواطن مش النائب العام بس، اللي المفروض ان هو مخول بدفاع عن الشعب، اعتبرت ان الفيديو ده يعتبر بلاغ. اعتقدت ان النائب العام هيتحرك منه لنفسه، ولكن للاسف طبعا واضح ان الامر لسه ما جالوش، يعني ان هو يتحرك واضح انه مش هيجي، ولو هيجي انا بقى عندي شبه يقين انه هيجي ضدي مش معايا. فانا جيت عشان اقول له انا هو مواطنه مصريه، ويمكن لسه عندي جزء ثقه صغير قوي ان انت نائب عن الشعب. فالناس دي اعتدت عليا قدام الكاميرات كلها، وهناك في مكانهم وانا رايحه ما معيش اي حاجه غير تباشيره بكتب بيها اسماء الشهداء. فلو سمحت الناس دي ما